سيتو بانداسانا. سيتو باند تعني شكل الجسر، وفي هذه الوضعية يصبح الجسم في شكل الجسر. هذا التمرين يسمى أيضاً شاتو شباداسانا. استلقي على ظهرك واترك مسافة مريحة بين رجليك. ضع كلا كفيك على الأرض واجعلهما مواجهين للأعلى. هذا التمرين يسمى شافاسانا. الآن ضم رجليك، اثني رجليك وقربهما من منطقة الحوض. أمسك كاحليك بإحكام. الآن خذ شهيقاً ببطء وارفع منطقة الحوض بأقصى إمكانك حتى يكون جسمك شكل الجسر. تأكد أن رأسك وكتفيك على الأرض وأن ركبتيك وساقيك في خط مستقيم. في هذا الوضع يمكنك سند وسطك بيديك إن أردت. ابق في هذا الوضع لمدة من 10 إلى 30 ثانية وتنفس بشكل طبيعي. سيتو بانداسانا تقوي عضلات أسفل الظهر. هذا التمرين يبسط الأعضاء الداخلية للبطن ليحسن عملية الهضم ويعالج الإمساك. سيتو بانداسانا تحسن وظائف القلب. إذا كنت تعاني من قرحة أو فتق، تجنب هذا التمرين. على النساء الحوامل ممارسة التمرين بحرص وتحت إشراف الخبراء. بعد البقاء بوضعية سيتو بانداسانا من 10 إلى 30 ثانية وأثناء إخراج الزفير ببطء، أنزل منطقة الحوض إلى الأرض واترك كاحليك، ثم استرخي في وضعية شافاسانا. ممارسة سيتو بانداسانا بانتظام تساعدك في التغلب على الاكتئاب والقلق.